بعدك صبية وعندك تجاعيد، شو أسباب هالموضوع وكيف فينا نخفف منها؟ الجواب مع ضيفتنا المتخصصة بالأمراض الجلدية الدكتورة ندى سويدان. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيكم. كيف فيك؟ الحمد لله. دكتورة، قدي هالموضوع أمر شائع وقدي الصبايا عم ينزعجوا منه؟ أمر كتير 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 شائع وعم بيصير شائع أكتر، لسبب أنه الانفعالات اللي عم نمرق فيها هالأيام بيصير أكتر، وهدول التجاعيد اللي عم نحكي عنهم هن التجاعيد التعبيرية. فبالتالي بتلاقي ناس صغار بال 18 وال 19 سنة عندهم العبسة وعندهم تجاعيد اللي تبع الاستغراب، كأنه مستغربين على طول أو زعلانين على طول. نعم. فكتير كتير بيزعج، لأنه إذا بهالعمر صار واضح شو ناطرة ويصير وحدة عمرها بال 30 وال 40 وال 50. نعم. ولكن المشكلة وين؟ إنه كتير منهم بخافوا، طب شو بدنا نعمل؟ إذا هلا بلشنا أمور معينة مثل البوتوكس والفيلر، شو بدنا نترك لبعدين؟ صحيح. لا. نعم. خلينا نحكي عن الماشين يلي قدامك. دكتورة ندى، كنا عم نحكي عن التجاعيد التعبيرية، وهلا الشائع هو البوتوكس. نعم. اللي سبق وقلت يعني بنعتبر البوتوكس هو العلاج الثوري؟ لا، منه علاج ثوري، هو علاج من علاجات تجاعيد تعبيرية. ولكن في عندي كثير اشخاص بيقولوا لك انه طيب اوكي، انا بعرف انه البوتوكس سم وانا بعدني صغيرة، وانا بعرف انه والدتي او خالتي او استعملوا بوتوكس بعدين بطل يشتغل عليهم. نعم. طب شو هي الطرق البديلة لحتى اللي ممكن استعمل روح التجاعيد التعبيرية؟ نعم. بدون ما استعمل البوتوكس، في العلاج الثوري اللي هو الايوفيرا، اللي هي بتلج العصب. اوكي، فبشكل بنتلج، بنسبب بنتلج بتلج استعمال البروده. أوكي. ما في اي ماده عم تحقن. نعم. وبتكوني عم بشكي على الصدغات، شكي من كل جهه، شكي وحده. اوكي. نعم. بتاثري على العصب اللي عم بيعطي التجاعيد التعبيريه بالجبين، يعني تبعوه للعبسه وتبعوه للاستغراب. اوكي. نعم. اللي حلو فيها هيدي عند الصغار كثير، عند الصبايا والشباب، مش صغار، عند الصبايا يعني بمعنى والشباب. العمر 20 ل 25 حتى قبل. قبل حتى فيك تستعمل وقت بحاجه. وقت بحاجه. انت هل أوكي. انت سبق وشفتي شخص عمره 16 17 سنه عنده عبسه؟ في ايه اكزاكتلي. في هل سبق وشفتي بهالعمر عندهم خطوط؟ اكيد. اكزاكتلي. اكيد. فهيدول اذا عمرهم 16 17 18 فيك تعملي لهم وما فوق. هلا ممكن يعني تقريبا نفس مفعول البوتوكس او نفس مفعول البوتوكس للجبين. شو الفرق الوحيد الفرق بيناتهم؟ انه هيدا بالتتليج ما عم بتحطي اي ماده أبداً. ما عم بتفوتي شيء على وجهك، ما عم بتفوتي اي ماده غريبه على الجسم. اوكي، وبيشتغل مؤقت بنفس الفتره اللي بيشتغل البوتوكس، 3 4 شهور. 3 4 شهور. اوكي، واللي حلو فيه انه بتظهري من العياده النتيجه حصلت عليها، ما بدك تنطري مثلا 3 4 ايام. نعم. زائد انه ما بتروحي 100% حركات العضلات الوجه، فكثير من الناس بفضلوا هالشيء هيدا، لانه ما فيكي كمان تشوفي حدا عمره 16 او 17 صبيه وعملت بوتوكس وتلاقي جبينتها ما في ملامح او بلاطه، فيمكن هيدا الشيء بيساعد ممكن للاشخاص اللي عمرهم من خبرتي من استعمالي لهالتقنيه هيدي اللي لقيت اللي كثير بحبوها هن الشباب والصبايا والرجال. نعم. الرجال بدنا نعمل شيء بس ما بدنا حدا يعرف، بضلني عم بقدر اعبس بس ما بدي العبسه. نعم. ما بدي هالخطوط يكون موجوده بس ما بدي حدا يعرف انه روحتهم. اوكي، كثير منيح، بتعملي لهم اتنيويشن، يعني بتخففيهم، بتخففيهم لدرجه كبيره. صحيح. اوكي، ولكن بضلوا يقدروا يحركوا، فبالتالي لقيت انه الاشخاص اللي كثير بحبوها هن الرجال والشباب والصبايا. شكرا دكتور ندى على كل المعلومات القيمه اللي اعطيتينا اياها، وهلا خلينا نروح فصل اعلان صغير ومنتابع بقيه فقرات ببيروت.